بريطانيا عبدو جمال مراسل اكسترا نيوز. عبدو ارحب بك معنا في هذه التغطيه، ويبدو ايضا من ورائك يعني ان الحياه بدات تعود الى طبيعتها مره اخرى في الشوارع البريطانيه. المشاهدين، الحياه عادت منذ اسبوع منذ ان اعلنت الحكومه البريطانيه عن خطط رفع الحظر تدريجيا، لتدخل الان في الاسبوع الثاني او بدايه الاسبوع الثالث من المرحله الاولى، ولكن الاستعدادات هنا هي التي تتجه الانظار الى اعاده فتح المدارس والمساجد في الوقت الذي خرجت فيه العديد من الادارات المحليه في اعاده فتح المدارس بسبب حسب وصفهم ان الدوله لم تتمكن بعد من السيطره على فيروس كورونا. هذه القضية الأكثر جدلا حتى اليوم، وهو ما دعا مستشاري الحكومة البريطانية لتمرير المدارس التي تنوي إعادة فتحها أن تبين ذلك قبل أسبوع من شهر يونيو. يأتي هذا في الوقت أيضا الذي لم تكتب فيه لندن حالة وفاة واحدة خلال أكثر من 48 ساعة، وهو أمر يعني قبل بالتساؤل الشديد طبعا من البريطانيين القاطنين في العاصمه البريطانيه، هو ما دعا جامعه كامبريدج لاجراء دراسه واكدت انه من الممكن ان تكون لندن خاليه من الاصابه بفيروس كورونا خلال العشر ايام القادمه. ياتي هذا ايضا في الوقت الذي سجلت فيه الحكومه البريطانيه اكثر من ربع مليون اصابه في بريطانيا واكثر من 36 الف حاله وفاه، وهو ما دعا الحكومه البريطانيه الى التاهب الشديد في اتخاذ اي خطوه من شانها ان تنذر ب او بموجه ثانيه قد تضرب البلاد وتضر بالاقتصاد ضررا كبيرا. نعم، طيب يعني كونك تتحدث عن تراجع مؤشرات الإصابة والوفاة في الداخل البريطاني عبدو، ما هي آخر الأرقام تحديدا التي رصدت حتى هذه اللحظة؟ يعني تقصدين الأرقام، أرقام الإصابات، أرقام المصابين الجديدة والرقم الإجمالي وأيضا أعداد الوفيات ربما التي انتهت إليها حالات الوفاة في بريطانيا. سجلت بريطانيا بالامس 330 حاله وفاه في ارتفاع طفيف خلافا عن الايام الماضيه التي كانت تسجل فيها بريطانيا 160 و170 حاله وفاه، فهي ارتفعت بشكل طفيف، ولكن من الناحيه الاخرى اثبتت الدراسه اليوم ان 25% من سكان بريطانيا قد اصيبوا بفيروس كورونا، منهم 5% في لندن والنسبه الاخرى في عموم بريطانيا. تتركز الاصابات والوفيات بشكل كبير في شمال الشرق في انجلترا، ولكن هذه الاكثر قدرا حتى نعم، يعني أنا للأسف لا أستطيع سماعك بوضوح عبدو بسبب يعني الهواء من حولك. أنا بشكرك شكرا جزيلا عبدو جمال مراسل إكسترا نيوز، كنت معي عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. إذن